مشاهدي اوريزون تي في انما كنتم اهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامجكم الرياضي زوم سبور. تحية إليكم أوفيائنا وفي جديد الأخبار الدولية الوطنية الرياضية دائما على قناتكم أوريزون تي في. والبداية سنتكلم عن جديد البطولة الاحترافية التي ستنطلق يوم غد منقوصة من مباراتي الوداد الرياضي والدفاع الحسني الجديد بسبب مشاركة الفرق في منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، حيث سيرحل الدفاع الحسني الجديد إلى مازيمبي لمواجهة التيبي، بينما الوداد سترحل إلى الطوغو لمواجهة طوغوبور يوم الثلاثاء القادم. وفيما يلي مشاهدينا برنامج الدورة الأولى من البطولة الوطنية الاحترافية، حيث سيواجه فريق نهضة بركان فريق بلدية وجدة، الرجاء في مواجهة شباب الحسيمة، يوسفية برجيت في مواجهة حسنية أكادير، وأولمبيك خريبكا سيواجه المغرب آتيتواني، فيما يواجه اتحاد طنجة سريع وضم، وأخيرا الكوكب المراكشي أمام الفتح الرباطي. فيما تعجلت كما أشرنا إلى ذلك مباراة أولمبيك أسا في الوداد الرياضي وكذلك الجيش الملكي الدفاع الحسني الجديد إلى وقت لاحق. وبخصوص جديد فريق الدفاع الحسني الجديد لمواجهة الفريق المازيمبي، يتكلم عبد الرحيم طالب عن الاستعدادات وكذلك الغيابات. مباشرة بعد الفوز على الفريق الموريزية طبعا أن الفريق الجديد عنده الآن حافز كبير، خصوصا في واحد اللقاء مع التيبي رغم القوة ديالو رغم التاريخ ديالو والثقافة الخلقة، لكن حنا عندنا الحماس عندنا باش نسافروا إلى المكتب ولما لا إن شاء الله نستغلوا المقابلة بين الفريقين الجزائريين، إن شاء الله نتمنوا لهم أصلا يتعادلوا ولا تربح المندية وحنا نفوزوا. أنا نعيشوا سيناريو اختصار في الفريق الجديد، وطبعا حنا كنستعدوا بما في الكفاية من ناحية التقنية والتكتيكية رغم غيابات وزينة. كنت تكلموا على علي بو عمار، كنت تكلموا على ناح، كنت تكلموا على الوردي، على حسناوي، فهذو يعني اللاعبين اللي عندهم الوزن ديالهم لا من الحياه التقنيه ولا الدينيه، ولكن هذه فرصه كما لعبنا ناقصين امام موديو في الفرقه الشباب الاخرون، هذه فرصه لهم باش يبرزوا على المؤهلات ديالهم واللي بالا ان شاء الله يدخلوا التاريخ من باب الواسع. وبخصوص كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد تأهل النهضة البركانية مباشرة من السودان، فريق الرجاء الرياضي مقبل على مباراة مهمة أمام فريق أدوان ستارز الغاني هنا بمركب محمد الخامس يوم الأربعاء القادم. واختارت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم حكما بوركينابية لقيادة هذه المباريات التي ستجرى وسط الأسبوع المقبل، ويتعلق الأمر بجست إفريم زيو بمساعدة كل من سايدو تياما وتشادي عيسى يحيى. وفي ودائما علاقة بفريق رجاء الرياضي، قامت مجموعة من عناصر فريق رجاء الرياضي بوضع هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك كلنا عصام الراقي من أجل عودة عصام إلى الرجاء الرياضي، خاصة بعد فك الارتباط مع الفريق السعودي. ودائما مشاهدينا بخصوص اللاعب عصام الراقي، فلحد الآن لم يتوصل بعرض من النادي الأخضر. ونواصل أخبارنا مشاهدي الكرام، حيث تعاقد فريق الخريطية القطري مع الإطار الوطني عزيز العامري خلفا للتونسي الناصف البياوي الذي أقيل من مهامه بعد هزيمته الثالثة على التوالي في الدوري القطري. هذا ويستعد العامري لقيادة أولى تدريبات الفريق استعدادا للمباراة المقبلة أمام الريان المقررة في الأول من الشهر المقبل في إطار الجولة الرابعة من الدوري. ونتكلم هذه المرة عن البطولة الوطنية القسم الوطني الثاني، حيث تعود بدورها إلى الدوران بداية من يوم الأحد المقبل، والبرنامج سيكون على الشكل التالي: المغرب الفاسي يستقبل فريق اتحاد سيدي قاسم، بينما النادي القنيطري يستضيف رجاء بني ملال، فيما الوداد الفاسي يرحل لمواجهة جمعية سلا، أما الاتحاد الزموري الخميسات فيحل ضيفا على أولمبيك جيرة. وفي باقي المباريات، شباب أطلس خنيفرة يواجه راسينغ البيضاوي، وشباب قصبة تدلى في مواجهة شباب بلغرير، فيما وداد تمارا سيواجه شباب المسيرة، وأخيرا نهضة الزمامرة يواجه الفريق الرياضي النادي الرياضي السالمي. المباريات جلها تنطلق يوم الأحد بداية من الساعة الخامسة مساء.
وفي خبر آخر، انتقل اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله إلى النصر السعودي بعد فسخ عقده بالتراضي مع النادي الريان القطري. وسيرتبط حمد الله الذي سيجاور اللاعب الدولي نور الدين أمرابط والمهاجم النيجيري أحمد موسى بعقد 3 سنوات رفقة النادي السعودي على أن يتقاضى مبلغ 15 مليار سنتيم خلال مدة عقده. أدوا بخصوص اللاعبين المغاربة، انتقل سفيان أمرابط إلى فريق بروج البلجيكي قادما من فريق فاينورد روترتام الهولندي. هذا ونشر البلجيكي تدوينة عبر حسابه الخاص تويتر، أكد من خلالها تعاقده مع اللاعب أمرابط لأربعة مواسم كروية. وتجدر الإشارة إلى أن سفيان أمرابط تواجد رفقة المنتخب الوطني المغربي في مونديال روسيا الأخير ودخل كبديل في لقاء إيران. وبخصوص دائما المحترفين المغاربة، نشر فريق الاتحاد السعودي تدوينة نشر من خلالها أن المدرب إيرفن رونار مدرب المنتخب الوطني المغربي قام باستدعاء الأحمدي للمباراة القادمة أمام المنتخب المالاوي. طبعا وكان كريم الأحمدي قد انتقل خلال الميركاتو الصيفي الحالي لفريق الاتحاد السعودي قادما من فاينورد روترام الهولندي، وترك الأحمدي انطباعا جيدا خلال أول ظهور له بقميص النادي الأصفر موقعا أولى أهدافه رفقة الاتحاد، ما دفع الأنصار للمطالبة بمنحه شارة العمادة. وهنا سيطرح النقاش من جديد، هل ستتغير رؤية المدرب إيرفي رونار حول اللاعبين المحترفين بالدوري الخليجي؟ مشاهدي الكرام، وصلنا إلى الفقرة الأخيرة وهي فقرة صورة اليوم. صورة اليوم مشاهدي الكرام، اخترنا لكم صورة لكريستيانو رونالدو رفقة عائلته، والكل يرتدي قميص اليوفي بعد ما كان بالأمس ريالي. عاتي كريستيانو عارف كيفاش يستغل القميص، عاتي ولادو كلهم لابسينهم والزوجة ديالو حتى هي، باش هادشي كيدل على انطلاقة جديدة، طريقة جديدة في كسب التعاطف الأنصار ديال اليوفي. وهكا الناس كتشتغل. مشاهدي الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم زوم سبور، على أمل اللقاء بكم في فرصة قادمة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. إلى اللقاء.